بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله بيشرفنا المهندس فريد محمد خطاب، معالج متوازن الطاقه ومؤسس علم نقل الطاقه. المهندس فريد مهندس كيميائي بكالوريوس هندسه كيميائيه، وهيكلمنا عن توازن الطاقه. هي الموضوع ده موضوع خطير جدا، وناس كثيرين حتى المثقفين بيجهلوا الفوائد المفروض ان هم يتعلموها. هذا مثلا الخلل في توازن الطاقه ده بيؤدي الى الامراض. بناء عليه بالتالي ان اي واحد فينا محتاج ان هو يعدل في الخلايا بتاعته، لان الخليه دي طاقه، الكرسي اللي سيادتك قاعد عليه ده طاقه، المكتب اللي قاعد عليه ده طاقه. نقل الطاقه ده له تكنيك معين وسهل جدا، وكل فرد من حضراتكم ممكن ان هو يؤديه لنفسه ويمارسه مع الغير بحاجة بسيطة جدا في دقايق ممكن ينقله الطاقة. فمثلا واحد عنده مشكلة في الرزق مثلا، عايز ان ربنا يفتح عليه الماستر طريق الطاقة، هيقول لنا النهارده ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ينمي المال عندك بحاجة بسيطة جدا، بحيث انك انت في فترة بسيطة خالص هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بزيادة المال. واحد تاني فقد الصحة او بيعاني تحديدا بمرض معين. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. فممكن جدا بتكنيك معين هنقولكم عليه ان شاء الله اللي جاي، وهنتعلمه كلكم، ونتعلمه ازاي تعالج نفسك بنفسك، وتعالج الاخرين، تعالج ولادك، تعالج زوجك، تعالج زوجتك، يعني ابوك، يعني جارك، اي حد. وتكنيك صغير جدا وبسيط ممكن تعمله وسهل خالص. طبعا العلم ده علم جميل، وزي ما قلت حضراتكم كثيرين من المثقفين يجهلون ذلك العلم، واحنا سعيدين لبلادي ان احنا نستفيد بالمهندس فريد محمد خطاب. ولعلمكم المهندس فريد ده عضو قديم في الجمعيه هنا من اكثر من 10 سنين، واعلمه واعرفه من اكثر من 10 سنين، وهو انسان فاضل وعنده العياده بتاعته وبيمارس العلاج من العيادة بتاعته للي بيطلبوا العلاج، أو إن هو بيعمل لهم زيارات خاصة، ودي طبعا بالاتفاق معاه، والنمر بتاعته والكروت بتاعته موجودة. اللي محتاج مساعدته راجل تحت أمركم وبيساعد الجميع. إن شاء الله هنقضي ليلة جميلة جدا مع المهندس فريد خطاب، ونتعشم ان حضراتكم يعني تستفيدوا من موضوع توازن الطاقه وموضوع نقل الطاقه. يعني هو شقين اثنين هنستفيدوا منهم هذه الليله، واهم حاجه التطبيق. اهم حاجه التطبيق، انك انت تطبق الكلام اللي هيقولوا لنا الليله دي، وان شاء الله هتجدوا يعني صدر رحب منه في إجابة أي سؤال. وهو يعني له نشاط تلفزيوني كان موجود في قناة القاهرة وقناة اسكندرية الأسبوع اللي فات، فله نشاط مكثف عشان عايز ينشر العلم بتاعه دوت. وإحنا طبعا أولى إن إحنا نستفيد بعلم الدكتور فريد خطاب، وإحنا أولى بيه إن هو ينشر علمه ده بين أعضاء الجمعية. وبرحب باسم حضراتكم
بالدكتور فريد، واتمنى ان نحن نسعد في هذه الليله بالعلم الطاهر. وشكرا لك. شكرا. الله يخليك استاذ اللواء باير، اشكرك جدا على كلامك الطيب. مش عارف الكلام يعني، سامعني من غير ميكروفون ولا لازم ميكروفون؟ عشان التسجيل. التسجيل جديد. لا مش هجيب. لا مش هجيب. عشان بس الصفحه. لا بس ده مهندس. زي ما اللواء باير قال، انا اسمي فريد محمد خطاب، واي حد يرغب في معلومات عني ابسط شيء تروح على جوجل، ام اس ان، بينج، مش عارف ايه، تكتب فريد محمد خطاب يطلع لك كل البيانات بتاعتي والفيديوهات. انا عندي اكثر من 75 محاضره موجودين على اليوتيوب، اللي يحب ان هو يتفرج عليهم. هتلاقوا المحاضرات هي المواضيع كلها لا تخرج عن 20 موضوع، ولكن فيها تكرار، والتكرار كل محاضره حتى لو هي نفس الاسم بتكون مختلفه على حسب الحاضرين وعلى حسب الاسئله بتاعت الحاضرين. ففي اسئله معينه بتخلي الواحد يقول كلام ما كانش مخطط انه يقوله في المحاضره. فهتبص بقى ان كل محاضره فعلا لها نكهه معينه. قبل ما نتكلم على توازن الطاقه، احب بس ابين لكم يعني مميزات توازن الطاقه كنوع من التحفيز، ان في حاجات كتير قوي ممكن نستفيد منها من موضوع توازن الطاقه، ليها تطبيقات في كل حياتنا، كل حاجه. أمثلة مثلا، ممكن نوزن المكان اللي احنا فيه ده بتعمل له توازن. ممكن نوزن المكاتب، لو بنعمل في مكاتب وفي مكان وفي غرف معينة نعمل توازن لأماكن العمل. لما أماكن العمل تبقى توازن الطاقة بيتم فيها، الإنتاجية بتزيد. في البيت لما نعمل توازن طاقة في المنزل المشحنات بتقل. يعني في ناس كده ممكن يبقى فيه بدون سبب الناس بتتخانق مع بعضيها. فتوازن الطاقة، شلنا الطاقات السلبية خلاص الناس بتبقى علاقتها حلوة. بيبقى التواصل بين الأفراد في هذا المكان الموزون بيبقى كويس. يعني مثلا، وفي علوم كتيرة على موضوع يعني، هي في حاجة اسمها فانك شوي. الفانك شوي بتعمل ايه؟ بتقول لك حط ده، حط نافورة، حط لهم طرق معينة، حط ألوان، حط حاجات. بتوازن الطاقة أسهل بكتير أوي. أسسوا الأوضة زي ما أنتوا عايزين أو المكان زي ما أنتوا عايزين، وبعدين بيعمل له توازن طاقة. عملية بسيطة ومباشرة. في حاجة تانية برضو مهمة جدا، نعمل توازن طاقة لمسار الحياة. يعني كلنا عارفين أو كلنا عشنا يعني من ساعة لما اتولدنا لغاية النهاردة بنقعد. أبسط شيء بنقعد. بناخد كدمات، بنتعور، نركب زحليقة ولا أي حاجة ونقع، نتعور، نعمل حاجة في المطبخ السكينة تقطع ايدنا، نشيل اللوز، الحاجات دي كلها، كل دي بتطرق مجالات سلبية في الإنسان. فدي بتوازن الطاقة، لما نعرف توازن الطاقة ممكن نطبقها. مثلا أجيب متر على حسب عمري بقى، لو واحد صغير أقل من 30 استعمل مسطرة، لكن اللي أكتر من 30 بقى أجيب متر ويمد زي ما هو عايز بقى. ويجي عند كل عمر ويشوف توازن الطاقه في العمر ده اخباره ايه. لان ممكن حاجه حصلت لنا واحنا اطفال وقعنا، ابسط شيء كدنا واحنا خبطنا. نبص نلاقي، واكيد دي عندنا كلنا، نبص نلاقي ان في حاجه زي النسناس كده، حاجه تحصل، حاجه تطلع، يا اما كتفي وجعني شويه اسبوع ويروح، بعديها بشهرين ثلاثة يرجع تاني، واحد تاني ايده، واحد تاني رجله، اللي هي الحاجات تروح للدكتور يقول لك ما عندكش حاجة. فدي في رأيي أنا، تحليلي أنا للحكاية دي، اللي سببها اللخبطة في المجال منذ الولادة. بنتعور، بنتخبط، إيدينا وإحنا ماشيين رخبطين في حاجة إزازة، بس في الكوباية اتكسرت، يعني مليون حاجة بتحصل. فكل الحاجات دي ممكن نعالجها بتوازن الطاقة. الادويه مثلا، كلنا اكيد اخذنا ادويه، ان شاء الله الاسبرين حتى. الدواء ده له اعراض جانبيه. مفيش دواء ملوش اعراض جانبيه، لان هي للاسف كل الادويه هي كلها سينثيتك برودكتس. فالسينثيتك يعني مخلقه في المعمل، ليست طبيعيه. فدي بتترك اثار سلبيه. اللبس اللي احنا لابسينه، شوفوا بقى في كميه الياف صناعيه قد ايه.
لا ما ردت بص بالموضوع خلاص بقى فهي الفكره ان الالياف الصناعيه ضرب الصح زي ما عارفين اللي هو القطن الحرير الجوت الحاجات الطبيعيه التبان دي من ضمن حاجات احنا ممكن كل ده يتصلح على انه نقلل من الاثار الجانبيه للحاجات دي كلها انا بس بقرا من الورقه عشان ما انساش نقط معينه يعني الصدمات العصبيه اللي بتحصل لبعض الناس يفقد انسان عزيز عليه قريب اخ والد ام اخت ابن اي حاجه بتطرق مجالات سلبيه في الانسان فكل الحاجات دي ممكن انها تتصلح بدواء المضاد ومعظم الناس مش مدركه النقطه دي بالذات اللي انا بتكلم عليها في كل عمر احنا بنمر عليه بيحصل لنا حاجه ما احنا بشر لازم هيحصل حاجه فبتوازن الطاقة ممكن ان احنا نصلح الكلام ده. ميزة توازن الطاقة ان احنا ممكن نعمل علاج عن بعد. مش لازم يبقى الشخص قدامي. ممكن اعمل علاج وانا قاعد في البيت حد يكلمني في التليفون عالجه او في اي بلد في الدنيا ممكن يتم العلاج برضه. هو ابسط فيديو. اه ديستنت. الصورة ولا ايه؟ مش محتاجه صوره الصوت اللي الصوره دي حكايه الصوره والاسم واسم الام ده في شغل افلام يعني ففي ناس بتمشي على هذا الموال هم ازاي هتعالج عن بعد هنتعلمها دلوقتي مع لما اشرح هتفهم ازاي ممكن نعمل توازن طاقه للنبات للحيوان يعني بجان يعني ابص كده انا اتكلمت على حاجه يعني لما نعمل للنبات حد مثلا عنده جنينه بيزرع فواكه او بيزرع ايه لما تعمل توازن طاقه للمزرعة دي على الأقل الثمار هتطلع أحسن مش هتحتاج بيت حشرة كتير نجيب إنتاج كمان ما عايزين الإنتاج طبعا هو من باب أولى نعمل توازن طاقة للشخص عشان الجنينة بتاعته تبقى كويسة كمان لا دي حاجة ودي حاجة دي حاجة ودي حاجة يعني ما هي دي النقطة التانية اللي هتكلم عليها المجالات بتأتي من كل حتة في مجالات بتيجي من تحت الأرض في مجالات جاية من الكون من فوق من الكواكب الاخرى المجرات الاخرى في المجالات كل واحد فينا هنا له مجال وبيطلع طاقه الكرسي الميكروفون الموبايل كل حاجه فهي الفكره كلها محصله كل هذه الطاقات معايا انا ايه يعني ممكن نبقى احنا الاثنين قاعدين في حته واحده واحد يتاثر سلبي وواحد ايجابي مش شرط ان يبقى نفس يعني محصله كل الحاجات دي كلها معايا لو معايا انا طلعت سلبيه يبقى انا هيحصل لي خلل في المجال الكهرومغناطيسي بتاعي لو طلعت ايجابيه يبقى خلاص اجمل حاجه بقى في توازن الطاقه ده كل ده بحاول احفزكم يعني موضوع الصفات الحميده بمعنى ايه زي الثقه في النفس الجمال الصواب الحكمه الابداع المال الغنى الشجاعة كل دي صفات كل دي طاقات هي موجودة طب نحصل عليها ازاي؟ ده هنعمله في توازن الطاقة وتوازن الطاقة بتعالج كل الأمراض عضوية أو نفسية لأن لو الإنسان دخلنا في النفسية وسيرتك داخل يعني جبنا سيرة البطة هي كده يعني بنستخدم يعني اديكم مثلا بسيط قوي يعني ممكن اتنين يكونوا ماشيين في الشارع وواحد بيعدي الشارع عندها في عربيه شاليه واحد يولول واحد يقول الحمد لله ده كل واحد على حسب موزون هيقدر يتعامل مع الحدث عنده خلل في مجاله مش هيعرف يتعامل مع الحدث او هيتعامل خطا ابسط شيء يعني يزال بيغضب ما ده بيبقى مولع ويقول كلام غلط كتير ويندم عليه بعد كده توازن الطاقة برضو ممكن يستعمل في الوزن أنا إيه الوزن اللي أنا عايزه فخلاصة الكلام ده كله إيه إن توازن الطاقة هتبص تلاقي إن له تطبيق في كل حاجة بنعملها في كل حاجة بتمر عليها في حياتنا وتوازن الطاقة في نقطتين أول نقطة في الخلية جسم الانسان او الخليه في النبات في السمك في اي كان خليه دايما تكون من الكترون اللي هو سلبي
او سالب، وبروتون اللي هو موجب. فلما يتكون سالب وموجب بيتكون نوع من البطاريه ينتج عنه مجال كهربي ينفعه مجال مغناطيسي، محصله الاثنين مجال كهرومغناطيسي. جسم الانسان فيه 300 تريليون خليه، تخيلوا كده، والتريليون فيه 12 صفر، يعني بنتكلم على 3 وجنبيه 14 صفر. الاعضاء في الجسم مكونه من الخلايا، الجسم في الاخر مكون من الاعضاء، واكبر عضو في الجسم الانساني هو الجلد. اكبر عضو تريليون مليون ولا هو تريليون بس؟ 300 تريليون. 300 تريليون خليه في الجسم الانساني. اعضاء ازاي دي؟ مش عارف، مش عارف بقى عشان نشغل كده وخلاص. لو مش عاجبك الرقم حط رقم، لا مش كده، يعني دي ابسط شيء. ف ده اول شيء. فيتبع ذلك محصله كل الكلام ده، بقول يعني هيبقى في مجال كهرومغناطيسي حول الانسان. الشق الثاني بتاع الموضوع ان احنا عارفين كلنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، واذا مريض فواجه، وربنا اللي بيشفي. سواء رحنا للطبيب او جيتوا الفريد او جيتوا لاي حد تاني مش هتفهم، ربنا هو الشافي. وده بكل بساطه معناه ان ربنا مش قاعد على كمبيوتر، فريد تعب يدوس على ازرار، محمد تعب يدوس على ازرار تاني، لا. ربنا وضع بداخلنا او بداخل كل الكائنات جهاز شفاء ذاتي ليقوم بعمليه الشفاء. لأن ربنا وضع نظام للكون كله، وللمجرات وللكواكب وللشمس وللأرض ولكل حاجة، كل ما ممكن نفكر فيها ليها نظام من عند ربنا. فإيه المانع إن يبقى عندنا إحنا كمان برضه نظام؟ أكيد ربنا خلقنا وعمل لنا النظام بتاعه. جهاز شفاء ذاتي. الطبيعي في الإنسان إن طاقة الشفاء الذاتي أو جهاز الشفاء الذاتي يعمل بكفاءة 100%. والطبيعي برضو الاخر ان المجال الكهرومغناطيسي يبقى سليم، ما فيهوش خلل. ولكن حياتنا اللي احنا بنعيشها بتسبب خلل، من الموبايل للافكار السلبيه لايا كان، فبنبقى محاطين بمجالات سلبيه كتير قوي. فدي لو اثرت علينا وعملت لي خلل في مجال الكهرومغناطيسي هيتبعه جهاز كفاءه جهاز الشفاء الذاتي تنزل. فالجسم ما يعرفش يتعامل مع المرض، لان هو التعامل مع العرض والمرض بيكون من خلال جهاز الشفاء الذاتي. حصل خلل في المجال، كفاءة جهاز الشفاء تنزل، وبالتالي ما يقدرش على التعامل مع المرض. فبتوازن الطاقة بنبحث عن الخلل في المجال الكهرومغناطيسي ونعالجه. لما نعالج الخلل اللي موجود في المجال، كفاءة جهاز الشفاء الذاتي تعلو، بتعالج أي مرض، حتى لو هو كان سرطان حتى أو فيروس سي أو أيا كان المرض. ممكن توازن الطاقة يعالج أي شيء، عشان كده بقول أي حاجة، سواء نفسية عضوية، توازن المكان، السمك، النبات، عندك نبات في البيت، عندك أزهار زرع، مش عارف، كل ده ممكن يتظبط بكل بساطة يعني. طيب عشان توازن الطاقة نعملها، احنا بنستخدم العقل. بس عشان نوصل ان احنا نستخدم العقل، بنتكلم على البندول في الأول. البندول زي ما انتم شايفين ممكن يبقى أي حاجة، كريستالة، ممكن يبقى نحاس، ده شكل تاني، وده شكل ثالث. يعني وحركة البندول بتأتي من العقل ليس من البندول. البندول ملوش، في رأيي أنا الشخصي، ما ليس له أي قيمة. قيمته زي ما احنا بنتفرج على فيلم أجنبي بنلاقي ترجمة. البندول بيترجم الحاجة لصورة مادية أحسها أنا، بيترجم اللي في عقلي لصورة أنا شفتها. في عقل مين؟ اللي ماسك البندول ولا العقل؟ اللي ماسكه طبعا. اللي ماسكه، ما هو ماسكه ليه؟ عشان عايز يشوف حاجه. فهو بالعربي كده بالظبط هو ترجمه لما في عقلك الباطن. اديلكم مثل بسيط جدا
ان كل حاجه من العقل، واحنا ما عندناش مش متعودين ان احنا نتعامل مع العقل. يعني مثل بيحصل لنا كلنا اللي هو يعني ابسط شيء، احنا مثلا في البيت وقلنا هننزل، فنقعد نلبس ونتوضا وبتاع، ونيجي نفتح الباب يجي لك هاتف يقول لك ما تنزلش. طب هيقول لي مين بقى؟ لا انا نازل. مش كلنا بنعمل كده؟ ونروح المشوار ونقضي اللي احنا هنعمله ونرجع، يا ريتني ما رحت. ليه؟ لا مش متعود ان انا استمع لعقلي. حاجه تانيه، تروح تشتري حاجه تبص نفسك متردد تشتري ولا ما اشتريش، عقلك يقول لك لا دي مش كويسه تشتريهاش، لا هشتريها بالعند. احنا بشر هنعمل كده، مش متعودين ان احنا نتعامل مع العقل الباطن. لما يجي لنا هاتف مش متعودين ان احنا نصدقه، غير طبعا حب الفتوى، يعني نقول لا انا هنزل، انا حر، اللي هي العنطزيه او ايا كان اللي ممكن نسميه. فهم دول يعني مثل بسيط جدا، واكيد حصل لكل واحد فينا وبيحصل لكل الناس. فالفكره كلها ان احنا نتواصل مع العقل الباطن. طيب بنستخدم البندول زي ما وريتكم العينات دهيت، وعشان اثبت لكم انه ما يفرقش ايه هو البندول، انا هعمل بندول من برايه، يعني كلكم عارفين برايه مش كده؟ ادي خيط. البندول ما هو الا ثقل وخيط، مش اكتر من كده، مفيش أي وصفة تانية. فلما نيجي بقى ما يفرقش بقى هو معدن، خشب، كريستال، المفروض إن ما يبقاش معدن. معلش ممكن ده عندك أنت، لكن عندي أنا ما يفرقش. يعني أنت ممكن لو عندك الاعتقاد إن هو لازم يبقى معدن، لو حد جاب لك حاجة تانية لا يمكن تقبلها، ترفضها. ده اعتقادك أنت الشخصي. فنيجي هنا أدي البراية، هنعمل بندول عندنا خيط. ولو قلنا مثلا على مواصفه الخيط ان هو يبقى سهل في ايدي، بس ينزل من صباعي سهل، اللي يريح اللي يريح صوابع، بس ما يكونش مغزول، اللي يريح هيأثر فيه، اللي يريح في بيبقى اكتر من فتله، ملوش رد غير اللي يريح. ممكن قوه واحد ممكن، بص يا سيدي ممكن واحد تاني يعجبه، فما تعممش. بس احنا بنتكلم على الصح، ما فيهاش صح، كرة البيلسان اللي هي ما فيهاش بغنطسيه هي اللي استخدمها، والخيط اللي هو من واحده بس، دي مرجعيتك انت. ده الصح. لا دي مرجعيتك انت، بتبقى سلسله معتقد انها صح مش كده؟ انت معتقد انها صح علميا يا سيدي، انت معتقد انها هو العلم ده مطلق؟ بيلسان ده خشب؟ لا مش مطلق، هو احسن من ما فيش. لا يعني ايه كره البيلسان المفضله؟ اللي هي الكره اللي ما فيهاش اي حاجه تتاثر بالكهربية او المغناطيسيه، ده احنا درسنا في الاعدادي يمكن. يا سيدي العلم ده هم قالوا لنا نحفظها كده، مش عقيده العلم في الرسم في الكراس. ما انا مش يعني بتصنع من ايه يعني؟ وممكن تعزم في حاجات اكتر من كهرباء. ممكن تتكلم على ايه يعني؟ انا بديك المعلومه سهله وسلسه، لما نقعد احنا نعقدها احنا لا نتعب. يعني حضرتك مقتنع مش الكريستاله دي احسن من المعدن؟ لا كله زي بعض، كله زي بعض، ماشي. لا ده جديد الكلام ده، لو ليه ماشي، ما احنا هنا عشان نعرف الجديد. ما شاء الله. وبعدين بص اهي يعني ما زدتش طولها حاد، في ناس ابص عليهم عاملين طوله متر. هو في طول موجي لكل شخص يا سيدي، ما تفرقش. اهدى محمد بيه ماشي، لو سمحت اهدى بليز. اخر خالص فهي الفكره ايه كلها؟ يعني زي ما انتم شفتوا انا عملت اهو، عندي البندول الكريستال وعندي ده، ولو ممكن اربط الخيط في القلم هيشتغل، كله هيشتغل في النضاره، في خاتم، في اي حاجه، ما تفرقش في اي حاجه خالص. ولكن بعض الناس بيبقى عندهم اعتقادات، زي مثلا واحد يديله اسبرينه يقول لك الاسبرينه دي بتشفي من اي حد، بياخدها بيخف. ليه؟ لان ظبط عقله على ذلك، تخش الكيماويات جوه جسمه تعمل اتجاه معين لان امر عقله بذلك. فهي الفكره عادي، مثلا بندور بنعمل عندنا خير. انا ودي الطريقه بتاعتي انا، كل واحد يعمل الطريقه اللي تريحه، المهم تتواصل مع عقلك الباطن.
فانا مثلا باجي انا عايز اجيب زبزبتي انا مثلا حاجه من الاثنين، يا اما انا مثلا اسمي على الكارت ده اهو، يا اما ان انا انزل البندول على اسمي على الكارت، او استخدم ايدي كمعبر عن كيان. هعمل ايه؟ هاجي كده مثلا استخدم ايدي افضل انزل البندول لغايه لما يلف. يلف مع اتجاه عقارب الساعه، ما يفرقش اتجاه عقارب مع عقارب الساعه والعكس على حسب قناعتك. كل واحد حر. ما يا جماعه ده بيتحرك من العقل، بتيجي موجات بتعدي في الخلايا العصبيه ولا ما اعرفش، يعني في حاجات بتيجي من هنا بتفضل تعدي لغايه لما تتحرك. هو ده عشان يتحرك عايز ايه؟ حركه بسيطه جدا. فمن الخلايا العصبيه مع يعني الطبيب يعرف يشرحها احسن مني، بس بتدي رساله تحرك اهو، احط ايدي تاني هيتحرك. هي الفكره ايه؟ انا قلت لعقلي عايز اجيب زبزبه فريد قطر، اشيل ايدي. لكن في نفس الوقت خلي بالكم بقى هنا، حركه البندول لها ثلاث مصادر. اول مصدر اللي هو اللي انا نزلته ولف ده على العقل الباطن، لكن في نفس الوقت العقل الواعي ممكن يتحكم فيه. اقول له اقف هيقف، اقول له لف عكس هيلف عكس، اقول له ايه اطلع قدام وارجع. بص حضرتك ما بتغيرش حركه الصباع خالص، انا دايما واحده ايده عايز تعمله كده اعمل. ده المصدر الثالث، هي مصدر البندول العقل الباطن لما بنيجي نكشف او نعرف زبزبه شخص، او العقل الواعي زي ما انتم شفتوا اقول له اقف اشتغل، او ان انا اعمله كده بالعضله، يعني بحرك عضلات ايدي عشان اعمله كده. مش هو يعني لما يخشش بقى في نطاق البندول، البندول المفروض يتحرك بالعقل بنوعين فقط. ما هو يا فندم الكلام ده لو هتستخدم العضلات يبقى مش بندول بقى، يبقى انت بتعمل لعبه او حاجه. انا بتكلم على مصادر الحركه. فمصادر الحركه ثلاثه، العقل الباطن، العقل الواعي، العضلات. فطيب احنا بقى يعني احنا قلنا ايه الهدف من البندول؟ التواصل مع العقل الباطن. هو ده الهدف كله، ما فيهوش اكتر من كده، والوصول الى استخدام العقل. بس ما حدش يجي يقول لي يعني عارفين بعد، حتى لما اقول انا كل الكلام ده واحد يجي يقول لي لا، اصل البندول ده له خواص والبندول ده له خواص اخرى، اما البندول اللي هناك ده اللي بيدور بيه نستعمله لما حاجه ضايعه. ليه بقى الناس بتقول الكلام ده؟ وده راي شخصي، عشان يبيع لكم بندولين كتير. العمليه سهله قوي بسيطه زي ما انت شفت، احنا عملنا بندول من البراد اي حاجه. الفكره ايه كلها؟ ان احنا نستخدم عقلنا يا جماعه. نزلنا السوق ولقينا شكل حلو ينفع بندول اعمله، لقيت حد بيبيع بندول شكله حلو اجيبه، مش عيب. يعني انا جبت دول ليه؟ شكلهم عجبني. ده كنت بدي امثله ممكن نعمله من اي حاجه، زي ما انتم شفتوا عملته بالبراد. مش لاثبات ان الحاجه بتيجي من العقل مش من البندول. ولذلك ما يفرقش نوع البندول، ما يفرقش المعدن، الماده اللي معمول منها، ولا هو ولا الخيط، ما يفرقوش ولا اللون. في ناس تسالني طب اللون يفرق؟ ما يفرقش يا سيدي. ليه؟ لان احنا طاقتنا احنا كانسان اقوى من الطاقه مثلا اللي في البراد. طيب هنعمل حاجه زي كده ازاي؟ الطريقه اللي انا اتعلمتها سنه 2001، يعني انا بشتغل في مجال توازن الطاقه من سنه 2001. فهديكم عمليه بسيطه قوي وسهله ازاي نتدرب على البندول للي ما يعرفش يستخدم البندول، او للي بيستخدمه بطريقه مختلفه وعايز يعرف الطريقه اللي انا بعملها. بنجيب اربع ورقات ادي ورقتين كل فيهم كتاب
لا ما تفرقش عقل. عشان هي العقل. المحصلة كلها استخدام العقل. ده لو في جن بقى بيلعب. كان اقول لك الخيط لازم يبقى اسود. في ناس كتير بتقول لك يا فندم ما انا ممكن اقول لك الخيط يبقى ذهبي واعمل مدرسه عليه. حضرتك وقفت رزق ناس كتير كده. ربنا ورزقك. بكلم جد والله. في بندول ب 120 جنيه يقول لك بيحطوا فيها عطر. الواحد عمره بقى. الله الله. فالاربع ورقات دي بايه؟ بنستخدم الالوان، يعني مثلا نفرض انا هشتغل على اللون الازرق مثلا اللي هو ده. يا اما ممكن اخلي القلم هنا وبشتغل على الازرق، او لو مش لاقي انا اللون الازرق او اي ورقه اروح كاتب الف زين راء قاف ازرق. طيب الثاني عايز اشتغل على الاحمر. ادي احمر وازرق اخضر. يعني كل ورقه لون؟ اه. وصف. سواء حطيت لون من قلم الوان او قطعت لون من مجله او كتبته، النتيجه واحده، مش هتفرق في حاجه. ليه؟ لان المصدر هنا مش دي. فالهدف من الحكايه دي ايه بقى في الاول؟ وبعدين يعني اقول لكم حاجه، بس يعني مش عايزين ننط، بس هي الفكره ايه كلها؟ واكبر دليل على الكلام اللي انا بقوله، اول مرحله هي توازن الطاقه اللي هنتكلم عليها النهارده. المرحله اللي بعد كده بنستخدم العقل. المرحله الثالثه ما بنستخدمش مندوب خالص ونفس النتيجه. فهو ما هو الا وسيله للتواصل مع العقل الباطن، مش اكتر من كده يا جماعه. طيب نيجي للبندول مثلا، ناخد البندول ده. انا عايز اعرف طول الخيط على الازرق هيلف امتى؟ انزله كده، افضل انزل. طبعا في الاول ممكن يروح نازل كله في الاول. اروح حطه تاني في ايدي. مش تخبطه على الخشب الاول؟ ليه؟ درس علوم اسيويه قبل كده. والله انا شوف بيقول لك تشيل التقدم اللي فيه وتبدا من جديد. ما هي النقطه ايه؟ نفضه. برضه علوم اسيويه. ما هو علوم انا عرفتها هنا من معين كان بقى احنا خليط من كلنا في المدرسه بتاعه نقل الطاقه. لا هي يعني مش نخرج عن الموضوع بليز، يعني عايزه تخبطي خبطي، تدي لك نوع من النشوه والسعاده خبطي. يعني كل واحد حب. يعني انا بتكلم يا جماعه على الطريقه اللي انا بعملها، ومحصله الطريقه اللي انا بعملها استخدام للعقل. لا ده بيفرق في حاجة، ولا خيطه ولا لونه ولا أي شيء في الدنيا. وممكن تثبتوها لنفسكم بكل بساطة. أيا كان معتقدك بتعمل بندول إن شاء الله من أي حاجة. هات شبشب قديم وعلقه بخيط. وقف كده ونزلت هيشتغل، مش هيقول لا. ده صح. حط ابره في صابونه واعملها خيط جامد هتلف معاك. بس في حته انت حضرتك بتكتب الاسم ولا بالقلم الاخضر في الاخضر؟ لا لا ما تفرقش. ما تفرقش. بص علامه مميزه بتاعتي ما تفرقش. بس بص حضرتك، هو كل معدن وكل ماده له طاقه مختلفه. طبعا فطبعا هي تفرق. يعني لو نحاس لا في اللي احنا بنتكلم عليه ما تفرقش. لا لانه هيبقى ايه طاقه المعدن، طاقه الحاجه اللي انا بستخدمها دي مع طاقتي هيبقى في تواصل مختلف عن لو بس كانت نيتك ايه يا فندم؟ ايوه بس هي عشان يعني نيتك اقوى من الطاقات دي كلها. يعني بنتكلم هنا نيه، انا هدفي اعرف لازم بس هدفي ايه، نيتي ايه. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. طاقه الانسان اقوى من كل حاجة في الدنيا، ليها طاقة، سواء لون، معدن، كله له طاقة. بس طاقتي أنا كإنسان أو كبشر أو كعندي نية بعمل حاجة معينة أقوى من كل دول. فما دام أقوى من كل دول يبقى هتغلب عليهم. لكن كل حاجة طبعًا ليها طاقة، دي مفيش جدال عليها طبعًا. فهنيجي مثلًا على الأزرق، طب أنا عايز أعرف الأزرق. أفضل أنزله كده لغاية لما ألف هو الأزرق. أخد بالي بس في الأول يا جماعة. اخد بالي ان ده الطول بتاع الازرق. طيب اجي عند الاحمر. المفروض اطول. البص بتاعه ايه؟ اطول شويه.
فمش مهم نعمل الاربع الوان، المهم الفكره كلها دي حاجه شخصيه بناخد احنا منين. احنا عرفنا ان الازرق هنا والاحمر هنا. بنقيس الطول الموجي لكل لون؟ هو ولا ما هو ما حضرتك يعني خليها بكل بساطه كده زي ما انا قلت. بنقيس ايه؟ بنقيس حاجه ما نسميهاش. هنسميها ولا مش هنسميها؟ مش مهم الاسم. المسميات مهمه جدا. لا انا لا اتعامل بالمسميات. بس لان المسمى عند حضرتك له معنى وعندي له معنى اخر، وعند الاخ هنا له معنى ثالث، وعندها له معنى رابع. فلما بنتعامل مع مسميات بتضيع الدنيا. فخلينا خلي الامور بسيطه. ضبط الالفاظ هي اللي بتحدد المعاني، فانا محتاج يبقى المعنى واضح عندي عشان اعرف. ممكن حضرتك تديها لنفسك لفظ وده اللي تتعامل بيه. فالفكره ايه؟ هنا لف على الازرق وهنا لف على الاحمر. المفروض بقى ان انا ايه اروح مخبي مثلا الورق ده كده او اقلبه واغطيه بحاجه والخبطه، عارفين زي الكوتشينه كده اخبطه وبعدين نمسك البندول من الاول وننزله فوق الحاجه المستخبيه. لو لف عند طول الازرق يبقى الورق اللي تحت زرق مكتوب عليها الازرق، لو لف عند الثانيه يبقى احمر. مش اكتر من كده. الهدف من دي ايه يا جماعه؟ طب هنا مفيش عقل باطن. ايه؟ هنا مفيش عقل باطن. يعني انت مش عارف الورقه دي من ايه؟ عقلك البطن عارف. ايوه بس انت وانت مخبينا وفركشنا الورقه. عقلك هو اللي عرف مش احنا اللي. عقلك البطن عارف. انت ما تعرفش لكن عقلك البطن عارف. فهي الفكره ايه؟ ان يعني الهدف من التدريب ده هو ما فيش غيره، هو التدريب ده وبس. الهدف منه ايه؟ ان انا زي ما انا قلت في الاول اتواصل مع عقل البطن، وتاني شيء ان يبقى فيه ثقه بيني وبين عقل الباطن. مش شرط ان انا اجيبها صح كل مره، لكن ابتدي اكون الثقه بيني وبين عقل الباطن. دي اهم حاجه عشان لما يجي لي هاتف استمع اليه. انا بروح اشتري برتقال، احنا موسم البرتقال دلوقتي، هتعرف المرشوشه قوي من المرشوشه قليل ازاي؟ هتقعد تشم كل واحده ولا تستخدم عقلك الباطن تعرف اشتري التفاحه دي ولا دي؟ ولا ما اشتريهمش خالص كلهم بايظين مرشوشين؟ انتوا عارفين الرش بالمبيدات بيبقى له عمر معين، لو اتقطف قبليها بيبقى في حاجات سلبيه بتاثر على اللي بيستهلكها، واللي بيبقى على القشره بيخش جوه او هيجي على ايدي. فاحنا باستعمال توازن الطاقه ممكن نحفظ. يعني هي المرحله اللي بعد كده، يعني احنا في الاول مش هتنزل السوبر ماركت بالبندول يعني بلد وتمشي على كل حبايه، ممكن، لكن هتبقى موضع انتقاد من صاحب المحل. فالمرحلة الثالثة ما تستخدمش بالدوخة، تستخدم عقلك، تعرف على طول. من كتر ما بتوصل استخدام الكلام اللي أنا بقوله ده هو بنوصل لمرحلة التلقائية اللي هي الأوتوماتيك. يعني مثلا كلنا ساكنين في حتة، مش كده؟ لو الكهرباء مقطوعة هنعرف نوصل للمطبخ او الحمام من غير نور، من غير شمع، من غير اي حاجه. ليه؟ العقل الباطن شايفها. ما انت الدنيا كحل، انت شايف حاجه من كتر تكرارها ومروحك للمطبخ والحمام تمشي في الطريق. الخريطه اتطبعت خلاص معروفه، تبقى عارف هنا في كرسي، هنا بتاع، عارف في حاجات في السكه. فاحنا عايزين نوصل زي ما احنا بنعمل كده في البيت، نوصل في الحاجات اللي احنا بنعملها لمرحلة التلقائية. دي بقى هي القمة بقى، انك توصل تلقائي على طول، عادي مش محتاج النور، انت في حاجة. هو النور ده فانتازية بس يعني رفاهية عشان اعدي واروح واقرب. لكن لما نتعود على تشغيل العقل هتبص ممكن تنجز حاجات كتير جدا بالعقل. ودي حاجات بسيطة جدا ممكن تثبتوها لنفسكم. يعني مش محتاجة انها مجلدات ولا تقعد تقرا مليون كتاب، لا. ابتدي استعمل عقلك. ايوه بس حضرتك ادت لنا مثل لو سمحت لي اللي هو ده مرشوش ولا ده مش مرشوش. غالبا احنا بنميز بين الحاجات دي بالحواس. يعني بالشم، بالعين، بالكذا. ممكن. طيب لو حضرتك بتقول بالنسبه حتى للبندول يبقى لازم هيبقى في اطوال معينه، يعني المرشوش هيبقى له طول معين اللي مش مرشوش. لا. يعني لازم انا اكون عارفه مسبقا ده الطول ده ايه والطول ايه ده ايه عشان لما اجي اعمل البندول ابقى عارفه اذا كان ده. كلام حضرتك صح، لو البندول هو اللي بيعمل.
ايوه بس احنا قلنا البندوق ما بيعملش. ما انا عزلت الحواس بتاعتي كمان. يعني اللي بيعمل عقلك مش البندوق. فذبذبت كل الحاجات دي او الموجات او الويف لينث بتاع كل الحاجات دي، كل حاجه ليها ويف لينث ليها فريكوينسي. ايوه بس زي ما حضرتك عملت دلوقتي شفت الايه، شفت الويف لينث بتاع ايه، بتاع الازرق وبتاع الاحمر، عشان بشتغل كده. لكن لما اشتغل بعقلي، عقلي عاد مش محتاج ان انا اقول له هي طولها مثلا 1000 مش عارف ايه ولا مليون. العقل عارف الكلام ده كله. وبعدين مع استخدام البندول، يعني مع كثره استخدام البندول، هتلاقي ان في كل حاجه هو نفس الطول. ما يفرقش. هو نفس الطول في كل حاجه. اللي بيفرق اللي هنا مش ده. ده المعنى اللي انا عايز اوصله لكم يا جماعه، مش ده هو. الإيحاء مش إيحاء، عقلك انعكاس عقلك بس. أنت وصلت، ما أنت لما تدرب عقلك هتوصل للمرحلة إنك بتستخدمه. ده لازم نستخدموه. هو في بقى طبعا في العلوم الروحية في حاجة تانية اسمها الشاهد أو المعلم أو حاجات كده. لا أنا ماليش في الحاجات دي. فدي يعني، لكن يعني العقل الباطن، ما هو العقل الباطن ده أنا أصلي لازم يكون متغذي من ممكن يكون من زمان بحاجات معينه عشان يشتغل على. انا اقول لحضرتك حاجه، هو اكتر الوقت اللي احنا بنقول عليه يعني. لا انا اقول لحضرتك حاجه، هو اكتر من متغذي. يعني لو هنستخدم نفس اللفظ اللي حضرتك قلتيه، النهارده كلنا عارفين سوره البقره وعلم ادم الاسماء كلها بالعقل كده. ربنا علم ادم ازاي؟ ماشي، ده راي حضرتك. ايه راي تاني؟ لا ممكن بالوحي اصلا. بس هو الايحاء جايه من الوحي. يا باشمهندس ربنا اوجد هذه المخلوقات وعلم اسمائها، يعني وراه ده اسمه كذا. يعني وري ادم. ده رايك، ده الشيخ الشعراوي اللي قال. يا سيدي رايك ورايه ماشي، والشيخ الشعراوي ما قالش. لا بس راجل كويس. انا ما بقولش انه كويس ولا وحش، هذا هو رايي وهذا هو رايك وهذا رأي كل واحد فيكم هنا له رأي. الفكرة ايه في الناس دي؟ الأسماء، علم آدم الأسماء. علم الأسماء كلها. في رأيي أنا الشخصي إن ربنا حطها في الجينات. بنت صح. طيب جيناتك أنت جاية منين؟ منه. من ربنا؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم اللي خلقه ربنا؟ كلنا جيناتنا جت منين؟ سيدنا آدم. وبالتالي علم اللي ربنا علمه سيدنا ادم عندك وعندي وعند كل البشر، حتى الطفل اللي لسه مولود دلوقتي عنده. وكيف في القران ساعه ما جاب بمنزلية ادم واشهدنا الست بربكم، قلنا بلى، كلنا قلنا بلى. ده في عالم الذر. عالم الذر الله ينور عليك. هي الفكره ايه؟ يعني انا بدرس بالنقطه دي ايه؟ هو الموضوع حاجتين، العلم الكون كله اللي ربنا علمه سيدنا ادم موجود عندنا كله. ولكن الشق الثاني في الموضوع البصيره اللي ربنا بيفتحها لك عشان تشوف. ما انت هيفتحها لك في حاجه، يفتحها لها هي في حاجه ثانيه، ويفتحها لنا في قدر مختلف. دي حاجه بقى بتاعت ربنا بقى. بس دي لازم حضرتك تكون في وضع مديتيشن، يعني لازم تكون في وضع يعني البصيره بتظهر لما كان يكون الواحد ممكن يعني في صمت وفي تامل، فانت بتحجز كل الافكار بتاعتك وتبتدي ده تظهر بقى. ممكن تتم كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه من غير ما تديش. حلو قوي. انا بعمل الكلام ده كله وعمري ما عملت مديتيشن. ومن لم يجعل له الله نورا فما له من نور. هي الفكره كلها، يعني كل انسان، كل واحد فينا هنا يا جماعه له مرجعيه، له مرجعيه معينه. له مرجعيه معينه بتتحكم في افكاره وتفاعلاته. صح. وكل واحد حر يا جماعه، يعني مش بقول لكم صدقوني، كل واحد حر. يا يعني تقبل كلامي او لا تقبل، نخش في الموضوع. كل واحد زي ما هو عايز. مش عايزين نعرف ده. عشان كده بقول لك العقل الباطن فيه كل حاجه، كل علم الكون كله، علم اللي ربنا علمه سيدنا ادم موجود عنده. لكن تفتح البصيره ازاي بقى؟ ما هي دي الفكره. هو بالتدريب اللي انا قلت عليه، تدرب على الالوان، خبي اللونين وافتحهم وشوف، نزل البندول وشوف هيلف على اي ذبذبه. احنا دي بس في الاول بس بنعرف الطول،
لكن مع استمرار استخدام البندول هو نفس الطول وكل حاجة. الحاجة اللي فرق اللي هنا. طيب هقول لكم حاجة بسيطة قوي، عايزين مثلا نعالج. العلاج في حاجتين. وخلي بالنا يا جماعة، أنا بنعالج المجال الكهرومغناطيسي. أنا مش طبيب عشان أقول إن أنا بعالج كالطبيب، لا، أنا بعالج المجال الكهرومغناطيسي. اللي هو حوالين الخلية. حوالين الإنسان اللي اتكلمنا عليه في الأول، 300 مليون خلية وحصلتهم في الآخر في مجال كهرومغناطيسي حول الإنسان. طيب، أنا بستخدم ورقة زي كده. ما نبعد عن المسميات، هو له مسميات كتير، أتيري، الهالة، العفريت الأزرق، العفريت الأحمر، كل حاجة، كل حاجة ممكنة. مش هنختلف. كل حاجة ممكنة. فأنا بستخدم ورقة زي كده. دي الورقة دي موجودة عندي على النت. وزي ما قلت كل الحاجات بتاعتي، لو كتبت بس فريد محمد خطاب على النت هتلاقي كل الحاجات بتاعتي. وكلها تؤدي إلى الجروب بتاعي على الفيسبوك اللي فيه الكلام ده كله. طيب أنا هتعامل مع الورقة دي إزاي؟ سواء الورقة دي أو الشخص أمامي. شخص قدامي مثلا. طيب لو فرضنا مثلا بدل يعني هي الفكرة إيه من التدريب العقلي على موضوع الألوان إيه يا جماعة؟ إن العقل يفهم لما أنا عايز أشوف الأحمر يجي الأحمر. سواء في البندول أو في العقل. اتفضل. حضرتك بتعرف اللون الأحمر ده إزاي؟ ألف ح مين رقم. لا لا يعني ما احنا اتعلمنا من الجديد الجبل المخ بيترجم ما هو له ويف لينث بس انا مش عايز اخش في الحاجات ملهاش لازمه انا بسال ان شاء الله فيها يعني ايه اعترفنا ان في الوان يبقى في الوان ولا ده طبعا. ولا ده فوق حضرتك فوق حضرتك اللون الاحمر اللي انت بتشوف بتعترف بيه غير اللي انا بشوفه يعني كل واحد في شيدز في حاجه موحده ولا مفيش سكيل خالص الفكره اللي كلها اللي أنا مش بتكلم على الألوان خالص. يعني الفكرة اللي أنا بتصورها غير الفكرة اللي حضرتك بتتصورها ولا والاثنين بيؤدوا نفس النتيجة ولا ما بيؤدوش على نفس النتيجة. يعني لو فكرنا لو إحنا الاثنين عايزين نركز على شيء ما وإحنا بنقول إن الحاجة دي إحنا ما بننساش بحاجة خالص وما بننساش لا بندول ولا حاجة ولا بنقي نوع من الزلزال بس هنؤدي نفس النتيجة ولا كل واحد هيجيب على حسب مختلفة. نعم؟ حسب الفعل. الفكرة كلنا مفهومين. ألوان غلط. لو احنا بنفكر احنا الاثنين في نفس الموضوع عندنا نفس النتيجه مش شرط يبقى مفيش اثنين هيتفقوا زي بعض يا فندم مفيش اثنين هيجيبوا نفس النتيجه في اي حاجه ده في راي حضرتك اصل دي مش لاب ومعمل مش هنحط اتش 2 على او هنعمل ميه دي حاجه مختلفه تماما يعني هتطلع نتائج مختلفه من كل واحد كله انا ما اقدرش اجزم او ارد على سؤالك ليه ده انا ما اعرفش اللي في عقلك انت ممكن تقول لي في اللي في عقلك هو اللي في عقلي لكن انا ما اقدرش اجزم بيه بنتكلم على الالوان على الالوان حتى مجال الالوان ممكن واحد عنده حول واحد عنده اي حاجه واحد بيلبس نظاره واحد ما بيلبسش واحد فيه ريفلكشن وهو قاعد بيأثر على الشيد بتاع اللون فاهم قصدي يعني هنا انا قاعد على مكتب لونه بني لو في اللون فعلا ممكن يأثر عليه واحنا لو مش هنجيب نفس النتيجه في اي وقت يبقى مش هنقدر نحسن الهدف التواصل مع العقل الهدف مش اللون يعني ممكن نستخدم اي من الالوان دي والفكره كلها من هي يعني انا عايز اعرف الهدف من ايه ان انا اتواصل مع عقل مش كده ما انا عندي اعمل ان شاء الله لون اي لون فرق طيب انا هكتب هنا اسمي فريد محمد خطاب على الورقه دي واجي بالبندول وعايز اعرف خلينا بنفس البندول عشان هتلاقوها نفس الطول اهو لفه على كده هتلاقي نفس الطول عند العلامه اللي محطوطه دي طيب اروح انا حاطط دي كده هنا واجيب الورقه دي اللي وريتها لكم ومعايا قلم اجي هنا مثلا كده اهو يا بص شفتوا لما انا كنت كده وقف لما رجعته تاني لف على طول
وحطه مثلا هنا، طول ما هو بيلف مع عقارب الساعة يبقى المجال في الحتة دي مظبوط. لو جيت أنا في حتة معينة ولقيته لف عكس يبقى في خلل في المجال، خلل في المجال. طب في لقيته بيلف كده في الحتة دي بتاع الشخص اللي ورقي، ولا انت متخيل ان الشكل ده بتاع فلان باسمه؟ لا اسمه باسمك يا رابط اهو على الاسم، باسم العيان باهر باهر. لو سمحت ناجل النقاشات اما خلص الموضوع على بعضه عشان ما يتوهش، وبعدين نتناقش بعدين لما هو يقول فتحت باب النقاش. يقول لي يعني مفيش وسيله نمسك بقى لما يقول فتحت باب النقاش نتناقش. اذا كنت عايز يعني نفتح النقاش من دلوقتي طاقه السكوت. اهدى كده يا سيدي الفاضل. فهي دي الفكره يا جماعه، سواء كتبت اسمي او كتبت اسم اولادي او كتبت اسم اي حد، او انت مثلا قلت لي اخوك اروح كاتب اخو اخوك، خلاص مش لازم اكتب اسم اخوك. اه هجيب زبزبته برضه، لان العقل شكرا العقل عارف احنا بنتكلم على مين. بس انا ليه سته اللي اصدق عليه؟ لا انا اصدق عليه. ان شاء الله يكون عندك 100. يعني احيانا كتير حد بيكلمني مثلا في التليفون ويقول لي ابني تعبان، خلاص انا بكشف على الابن اللي هو يقصده، مش مهم اعرف اسمه، مش مهم اعرف اي حاجه عنه، بكشف عليه واشوف مجاله واخباره ايه وخلاص. فهنا طيب انا مشيت كده، رحت انا كل ما البندول يلف عكسي اروح حاطط علامه. طيب خلاص يبقى انا عرفت مثلا نقول الصوره دي مثلا في كذا حته كده ايه فيها خلل في المجال مش خلل في العضو. خلي بالنا يا جماعه انا مش طبيب، الطبيب له طريقه تانية للتشخيص، انا بتعامل مع المجال. طيب انا هرجع تاني اللي هي احنا قلنا هي دي ده ترجع للشاي بقى لو سمحت تشرب الشاي عصر. اولا اقول لهم الشاي ده كويس ليك ولا وحش؟ لا هو كويس جدا طبعا. يعني بذكر الشاي يعني انت كلنا عارفين ان الشاي بيقلل امتصاص الحديد في الجسم. مش كده؟ بيقول لك مش مفروض تشرب شاي بعد الاكل. انا بقى بالنسبه لي اشربه بعد الاكل بالذات. ليه بقى؟ كلنا عارفين الهيموجلوبين مش كده؟ الهيموجلوبين اللي هو بيبين نسبه الحديد في الدم. انا كان عندي 22. لها قراءة عالية جدا. فعملت ايه؟ عملت توازن الطاقة كده على ايدي انه ينزل 19 شهر واحد وراح نازل 19. لا هي مرة واحدة خلاص. على ايه؟ اه انا بعمل توازن الطاقة ومش يعني بعملها بعقلي اعملها بالبندول اي حاجة. بس ممكن حضرتك برضو تعمل تدي الشاي طاقه ايجابيه ممكن بحيث ان هو ما ايه ما انا اتكلم ممكن صح ولا ممكن؟ والله العظيم انا ملاحظ كده. لا انا هقول لكم لما نتكلم على نقل، بصوا يا جماعه لما نتكلم على نقل الطاقات هقول على الكلام. فانا بس ذكرت المثل ده ليه؟ لان كل انسان فينا مختلف. انا حالتي الحديد بيبقى عالي الشاي بالنسبه لي مفيد، حد تاني عنده الحديد قليل ما يشربوش بعد الاكل هيتعبوا هيقلل الحديد في جسمه. طيب احنا لقينا البندول مظبوط على اسمي انا او اسم الشخص اللي هنعلمه. اجي عند النقطه دي اللي هي علمتها انا واروح انا ملفف البندول في اتجاه عقارب الساعه. وفي نفس الوقت اتخيل اللون الذهبي بيملا المنطقه دي. هم لقوا ان اللون ده بأكتر حاجه موصله للطاقات الايجابيه. ده هذا ما قالوه. يعني فاجي على كل نقطه واروح ملفف انا البندول هنا بالمصدر ايدي مش بالعقل الباطن ولا الواعي، بحركه بالعضلات عندي على كل نقطه. وبعدين طب انا هفضل اعمل كده قد ايه؟ ناس كتير بتسالني طب اعمل كده قد ايه؟ اقول لهم انا بالنسبه لي انا بيجي لي احساس او شعور ان النقطه دي نورت بالبصيرة بتشوفها بالشعور. ممكن واحد تاني يشوفها خضرة حمرة زرقاء مش كده. وكل واحد يا جماعة كل إنسان مختلف في مرجعياته. يعني الكلام اللي أنا بقوله خد المغزى بتاعه، خد قلب الكلام وبعدين ولفه في مرجعيتك واستعمله
بمسمياتها. يعني عشان كده انا ببتعد عن المسميات وخلي كل واحد يلاقي المسمى اللي يعجبه. طيب ده بالنسبه لجسم الانسان. يعني ممكن لو شخص قدامي مثلا اعمل كشف عليه كده. لما نيجي بقى لما تتدرب على استخدام عقلك. احنا قلنا بنعمل كده بالورقه او الشخص قدامي. لا ممكن بالعقل بقى اعمل حاجه اكتر كمان. ان انا مثلا اتخيل مثلا ان حضرتك نايم على المكتب واكشف عليك بالبندول راسك هنا ورجلك هنا. ليه؟ لان ما هو ده انا اكبر دليل على الموضوع في العقل يا جماعه، مش في البندول ولا في الكتف. كل عقل انا حطيتك هنا على المكتب وابتدي اكشف عليك الاقي نخاب تعمل كده ونخاب تعمل كده. هي هي بس دي في المراحل اللي قدام شويه. لما تمشي على الاول على الاسس ده هي هتوصل انت تلقائي للي بعديها. يعني بعد لما توصل هتبص تلاقي ظروف عدت عليك خليتك تبقى عايز تنتقل للمرحله اللي بعدها. ماشي. طيب فدي دي حاجه من الحاجات السهله جدا. مش لاقي ده هي اعملها انت بايدك. الحاجه الثانيه اللي جميله اللي هي كتب التشريح، علم التشريح اللي بتبقى موجوده في مكتبات كليات الطب. ممكن نروح مثلا في الدمرداش هنا في جوه كليه في مكتبات بتبيع كتب التشريح بتاع السنه الاولى. تروح تجيبهم كتابين مليانين صور بقى. هي الهدف من الكتابين دول ايه؟ انك ممكن بتزود الدقه اللي بتعالج بيها. وصولك للخليه، وصولك لعصب معين، لحاجه بيسموها اللي هي الليمف، مش عارف بيقولوا عليها ايه بالعربي. الغدد الدمويه. يعني توصل للعين. في الرسم الرسومات في العين في حاجات كتير قوي. الودن في الخارجيه والوسطى والداخليه وده. اولا هتستزيد علم انك هتتعرف على حاجه جديده، غير ان انت ممكن تبقى دقيق جدا في علاجك. فدي ميزه كتب علم التشريح بتبقى مفيده في الحاله ده. هي في حاجه تانيه جميله جدا بقى في توازن الطاقه. كلنا عارفين الجينات مش كده والدي ان ايه. انا عملت ايه؟ عملت سيرش على النت وبحثت على كتبت جيناتك ماب او خرائط جينيه. وفي صور كتير قوي النت هيطلع لك صور 100 صوره ولا 1000 صوره. انا لقيت الصوره دي وعملتها بعتها ابيض واسود. العقل ايه؟ انا هدفي ايه؟ ان دي ممثله للجينات بتاعه فريد خطاب او اللي انا بشتغل عليه، الاسم اللي انا هتعامل معاه. زي ما انا عملت في الورقه دي اروح عامل الخريطه الجينيه دي. يعني مثلا ده حاجه من الكشوفات اللي المفروض كل واحد يعملها لنفسه مره في السنه. ليه؟ مش معناه ان حاجه ما جاتش انها مش موجوده في الجينات. يعني المرض لسه ما ممكن هو ميعاده هيجي على 70 مثلا. على حسب جيناتي انا الشخصيه. كل واحد مختلف. فبنعمل برضه انا ظبطت البندول على فريد خطاب. اجي ابتدي امشي بقى على دي كده. على لو امشي على الحاجات دي في الورقه. لقيته على النت شكل تاني احلى اشتغل بيه. مش هيفرق الشكل قوي. هي كلها يا جماعه في العقل.